إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنقدم لكم شقة 75 متر، غرفتين ورسبشن وحمام ومطبخ، ترى البحر جانبي، مدخل فندق اللي العمارة، شقة غرفتين. ادي اول غرفة، شقة غرفتين وصالة وحمام ومطبخ. هنا في شباك، هنا في شباك على منور، دي اول غرفة. الشقة 75 متر، السعر 300,000 جنيه بالعفش والاجهزة. ودي الحمام، ودي غرفة ومدخل باب الشقة وباب حديد. ودي الحمام، مطبخ امريكان، ودي الغرفة رقم 2، وهنا في صالة بلكونة، البلكونة دي شايفة البحر من جنب. الشقة بالعفش والأجهزة، غرفتين وصالة وحمام ومطبخ. الدور العاشر أسانسير ومدخل فندقي، خطوات للبحر، اسكندرية، العجمي، الزهراء. الشقة في اسكندرية، العجمي، الزهراء. العمارة مرخصة ومدخل فندقي وباب حديد على باب الشقة. في أكتر من نموذج، يبقى كده صورنا كل حاجة. شقة تصطيف سوبر لوكسي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنقدم لكم شقة 75 متر، غرفتين ورسبشن وحمام ومطبخ، ترى البحر جانبي، مدخل فندق اللي العمارة، شقة غرفتين. ادي اول غرفة، شقة غرفتين وصالة وحمام ومطبخ. هنا في شباك، هنا في شباك على منور، دي أول غرفة. الشقة 75 متر، السعر 300,000 جنيه بالعفش والأجهزة. ودي الحمام، ودي غرفة ومدخل باب الشقة وباب حديد. ودي الحمام، مطبخ أمريكان، ودي الغرفة رقم 2،
هنا في صالة بلكونة، البلكونة دي شايفة البحر من جنب. العفش والأجهزة غرفتين وصالة وحمام ومطبخ. الدور العاشر أسانسير ومدخل فندقي. خطوات للبحر: اسكندرية، العجمي، الزهراء. الشقة في اسكندرية، العجمي، الزهراء. العمارة مرخصة ومدخل فندقي، باب حديد على باب الشقة، في أكثر من نموذج. يبقى كده صورنا كل حاجة. شقة تصطيف سوبر لوكسين.